الحاجات اللي بنشوفها طبعا، ودي حاجة معروفة في كل حتة في العالم، كتر ما يبقى عندك حملة، يبقى عندك عمل خيري، عندك يعني بتدور دايما على أسامي لامعة، زي مثلا لما تقول إيه هجيب فنان عشان يعمل لي إعلان عن برودكت معين مثلا. جميل. هو نفس الحكاية، إن أنا ممكن أكون بدور على أسامي بارزة في أي مجال أيا كان الناس بيحبوها، إن شاء الله حتى الكورة مثلا أو الفن أو وات إيفر، أو سياسيين حتى، أو مرشحين مثلا لرئاسة الجمهورية برضو ممكن. ها انك انت تحاول انك انت تضمهم للحملة دي، ان هم يدعموك وتستغل حب الناس ليهم. حاولتوا تعملوا اللعبة دي؟ في بعض الشخصيات العامة وانا يعني لما انت بتقول الكورة او الفنانين او هو مش هنستخف بيهم لانه ده انا ما بستخفش، ده انا بالعكس، ده انا بنستفاد بيهم. يعني اقصد انه دي حاجة من الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها والناس بتطلبها، فهي حياة الناس بتبقى بشكل متكامل، يعني مفيش سياسة منفصل عن المجتمع ولا في اقتصاد منفصل، يعني كل الحياة كويس. بشكل متكامل. إجابة على سؤالك، ففي بعض الشخصيات العامة في فيديوهات ظهرت، يعني مع فيديو أولاني كان ظهر مع إبراهيم الهضيبي هو كاتب وباحث سياسي، الفيديو الثاني ظهر مع دكتور مصطفى حجازي هو مفكر استراتيجي، الفيديو الثالث ظهر مع وائل غنيم، وفي لسه فيديوهات مع بعض الشخصيات الثانية من النشطاء اللي هم غالبا في السياسة، يعني نشطاء وسياسيين وشخصيات عامة بتأيد الحملة وبتأيد الفكرة يعني. فده الهدف، انه الناس برضو لانك محتاج انك توصل لطبقات مختلفة وفئات مختلفة وبأشكال مختلفة، عشان كده موجودين على الفيسبوك وموجودين على تويتر وموجودين على اليوتيوب وموجودين في الشارع. فده هل احمي صوتك هتتوقف فقط عند ان انا اعمل استبيان وافهم الناس عايزه ايه، وبناء عليه ابتدي اكتب المطالب دي وابتدي اوجه الناس؟ مش اوجه الناس، بلاش نقول اوجه الناس، انما انت مجرد انك انت بتوعي الناس انه ممكن الناس دول المرشحين دول هم المتفقين على انتم على مطالبكم. هل بتقف وطبعا مراقبة بعد كده الشخص ده اللي هيخش البرلمان، هل في حاجة تانية انتوا بتتطلعوا إليها أو بتفكروا فيها؟ هو احنا بنفضل التطلع الاساسي هو مش الانتخابات البرلمان بس، هو احمي صوتك في اي حاجه بقى، مجلس شعب، شورى، رئاسه، استفتاء، دستور، لانه انت جاي انت يعني انت هتقعد سنتين كده ولا حاجه في انتخابات، في استفتاءات، في سنتين او يعني سنه على اقل تقدير، في انتخابات، في استفتاءات، في دستور، في رئاسه، في برلمان، في شورى، في قصص. فالهدف ان انت تفضل ماشي في كل الحاجات ديت بنفس الفكره اللي هو تمكين الشعب، اللي هو رجوع السلطه للشارع، اللي هو كل الكلام ده، انت ماشي مستمر، يعني هي الحمله مستمره بالاليات المختلفه وكل شويه بتغير الياتها مع معطيات الواقع يعني. هل في شروط للشخص اللي ممكن ينضم اليكوا عشان يشتغل يكون معاكوا؟ مصري يعني. يكون مصري. طيب انت جايب لنا الصفحه الخاصه بانك انت ممكن تخش على موقع وتسجل بياناتك. هي طب طارق، لو المخرج طارق معاه، هل لو معانا الصفحه نشوفها مع بعض؟ صفحة، هي صفحة على الفيسبوك ايوه اللي هي احمي صوتك. ايوه ودي اللي انا ممكن اخش اي شخص عايز، يعني اي شخص من اي محافظه بقى، صح؟ بالظبط بالظبط ممكن ان هو يخش ويملى بياناته. بالظبط، ها وبيتواصل معاه وبيتم تربيطه بالناس القريبين منه يعني. تمام، ده النموذج بتاعه. بالظبط. حلو قوي، حلو قوي. ويعني هل انتوا بعد كده بتصفوا الناس دي مثلا، تقولوا ده لا او لا ده لا خالص، او لا لا، انت مش يعني انت بتقول للناس يا اخوانا دي بلدكم، نعم وبلدكم ديت عايزه في المرحله دي حاجه معينه، انت عايز تشارك اهلا وسهلا، مش عايز تشارك اهلا وسهلا. انما انت لما بتشارك يعني، خليني اقول لك ان الحاجه الوحيده احنا مع المرشحين احنا مش اقصائيين، نعم يعني مفيش اي حد بيقصى سواء نعم علماني ليبرالي اي حاجه يعني، انما اللي بيقصى الوحيد هو اللي محسوب على النظام السابق اللي هم درج على تسميته بالفلول. هل ده من ضمن المهام بتاعتكم انك كنتوا تقولوا ده يا جماعه كان من ضمن الفلول او من ضمن؟ طب مين الفلول؟ يعني ببساطه شديده اي حد كان في الحزب الوطني مترشح لمجلس الشعب قبل كده، يعني اي حد كان في مجلس الشعب على حزب الوطني قبل كده، يعني ده ببساطه شديده، لانه يعني مش مقبول جدا، يعني مش مقبول خالص ان هو حد يعني يكون مشارك في افساد حياه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه في مصر عمدة 30 سنه يبقى يتحمل هم او يتحمل مؤنه اصلاح اللي افسده في 30 سنه، فده كلام مش احمي صوتك منطقي. كحمله ما حاولتش انها تخلي حملات تانية تنضم اليها، او انتوا تنضموا لحملات تانية بحيث انكم انتوا تبقوا اكبر؟ والله بص، الطريقه اللامركزيه في الاداره
في إدارة الحملة بتخلي التشبيك مع الحملات التانية سهل. يعني في حملة تانية اسمها امسك فلول، امسك فلو. وفي حملة تانية اسمها صوتك ايوه أو صوتي، يعني ايوه الحملات دي كلها بتشتغل مع بعض كويس. لأن هي يعني الفكرة واحدة، كلنا شغالين على نفس الفكرة، بس دول أسهل، دول بيشتغلوا مع بعض أسهل، دول بيشتغلوا مع بعض أسهل، دول بيشتغلوا مع بعض أسهل، دول بيشتغلوا على حاجة معينة، دول بيشتغلوا على حاجة تانية، دول بيشتغلوا على حاجة تالتة. وطول ما أنت شغال بلا مركزية وبتنظيم مفتوح كده، فبيبقى سهل إن أنت تدخل وتطلع مع ناس تانية، مش شرط اليوفط يعني، لأن إحنا وبعدين دي حاجة يعني في جيلنا، إحنا الجيل اللي تحت الـ40 وتحت 30 بالذات، حاجة كويسة إنه مش مهتمين قوي باليوفط. يعني احنا بنشتغل مع بعض، مش مهم اسم مين اللي بيطلع، يعني مش مهم يافطه مين اللي بتتحط ولا اسم مين اللي بيطلع، لان كلنا الحمد لله يعني ما عندناش قوي حته انه كل واحد بيدور على نفسه وكل واحد بيدور على ذاته، كلنا لسه شباب صغير، فمقدمين حب البلد على اي حاجه تانية يعني، فعشان كده بيبقى سهل التنظيم والتواصل والتفاعل والتشويق. عظيم. أستاذ باسم زكريا، مدرب حملة احمي صوتك، شكرا جزيلا ليك. انا بس يعني في اتفضل كلمه عايز اقولها في الاخر اتفضل. على التفاؤل والتشاؤم. ايوه في ناس دلوقتي متشائم، وفي ناس دلوقتي التشاؤم بتاعها بيوصل انها بتقول احنا انا عايز انا اقاطع الانتخابات، وما ينفعش تخش في انتخابات تحت ده، بدي كده شرعيه لحكم عسكر و التفاؤل والتشاؤم في الاول هما موقفين مبدئيين، يعني انت ممكن يعني انت بتبتدي متفائل او متشائم، مش نتيجه. انت ممكن نفس الاحداث ترتبها بشكل يخليك متفائل، ونفس الاحداث دي ترتبها بشكل تاني يخليك متشائم. يعني انا يعني اللي انا بشوفه دلوقتي انه حصل حاجه، يعني اداء السلطه كلها بمجلس عسكري بحكومه بكذا في الفتره اللي فاتت اقل ما يوصف ان هو يعني فشل اداري. الفشل الاداري ده انا بشوفه علامه جيده، لان هو مخلي الناس متحفزه. لو كان السلطه مسكت وعملت كل حاجه كانت بقى سهل انها تضحك على الناس، نعم بقى سهل انها تضحك على الناس انه ما هم الناس بيعملوا كل حاجه كويسه اهو. تمام. انما لما الناس ما عملوش الحاجات الكويسه مخليين الشعب، ولما تنزل تتكلم في الشارع مع الناس هتلاقي انه فعلا الناس قلقانه، فالقلق ده بيخلي الناس تشتغل. تمام. وانا كمفروض ان انا الاسم مدرب، بس انا لما بروح مع الناس بقول لهم انا مش بضربكم، مش بدي محاضره، مفيش حد بيدرب حد على ان هو يحمي حقه، عظيم. انا بتفاعل معاكم وبنعمل حلقه نقاش. الناس مدركه جدا قوتها، وفي حاجز نفسي اتشال، يعني الناس مدركه فعلا هي تقدر تعمل ايه، ومدركه فعلا ان الناس مصدر الشرعيه، بس مفيش تحدي مخليهم مستفزين كفايه ان هم يشاركوا. فالتحدي ده هو مجلس الشعب اللي المفروض الناس كلها تندمج في انها تخوض التحدي دوت، اللي هو لو فشل يبقى في مبرر كافي لانك تنزل الشارع تاني. عظيم. بس اقول تاني، الاستاذ باسم زكريا مدرب حملة احمي صوتك، نورتنا ربنا يخليك، وشكرا جزيلا انك انت وضحت الكلمتين الاخرانيين دول، وكل التوفيق ان شاء الله. شكرا ليك، ويا ريت ان احنا حضراتكم تيجوا لنا تاني برضه نتابع مع حضراتكم، تقولوا لنا وصلتوا لايه، ايه المستجدات، ايه المعوقات اللي ممكن تكون قدامكم في الوقت اللي جاي ان شاء الله. ان شكرا شاء الله ليك. شكرا ليك. طول ما شباب مصر بيتحرك، طول ما انت زي ما قال ضيفي خليك دايما متفائل. لو الشباب نام هنرجع تاني لايام زمان. فاصل سريع.